البنت بتقول لما قمت من النوم لقيت نفسي بدون ملابس زي ما امي ولدتني بالظبط، وتعترف له مراته اختفت فين هي وعياله. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي ونشوف ظروفها. هي حصلت في المرج، موظفة اسمها ريهام شغالة ايه؟ كول سنتر. عارفين كول سنتر يعني اي مطعم بيكون كاتب رقمه، في الناس بتتصل هي بترد يا فندم عايزين وجبة كذا عايزين كذا، وفي شركة كول سنتر. هي شغالة كول سنتر، في ناس بيتصلوا وفي ناس بيترددوا على محل عملها، قالوا لها انت اللي عاجبك في الشغلانة دي، احنا ممكن نوفر لك شغلانة في مكان احسن من كده ومرتب مضاعف. طبعا مش عيب ان كل واحد بيسعى الى التحسن والى زيادة دخله، ده شيء طبيعي. اي واحد منا حتى لو كان طبيب بيكون طبيب وفاتح عيادة ويجي له عقد عمل ويبقى عايش مستريح، عيادته شغالة وشغال في المستشفى ودخله حلو، يقول لك طب ما البحر يحب زيادة، انا بطلع من المستشفى على العيادة واروح في الليك، لكن لما سافر الخارج او الخليج هشتغل من الصبح للساعة 2 وبقيت اليوم مستريح، لا اولان هم عيادة ولا وجع قلب ولا زحمة ولا بتاعه، وفي نفس الوقت دخلي هيكون اكتر من المستشفى في مصر والعيادة. فمش عيب ان الواحد يكون عنده طموح لزيادة الدخل. هي كان عندها طموح لزيادة دخلها، فتقابل معها شاب وقال لها يا ستي تعالي احنا هنشغلك شغلانة كويسة وبدخل مضاعف، انت بتاخدي قد ايه؟ قالت له باخد 2000 جنيه. قال لها هنديكي 5000 جنيه وتشتغلي في كومباوند ووظيفة محترمة جدا ومفيش مشاكل وقاعدة هانم تشوف اللي داخل واللي طالع، عاملها زي سيكوريتي يعني. قالت له خلاص. قال لها خلاص نعدي عليكي ناخدك وتشوفي صاحب الشغل وتمضي العقد. طب بعد ما خلص ورديت، فعلا خلصت ورديتها وخلصت، لقت اتنين مستنيينها خدوها وطلعوا بيها في الطريق، ركب معاهم اتنين تانيين ورايحين بيها على مقر العمل. هي حست بالقلق، انتوا واخديني على فين؟ واحد راح مطلع موس والتاني مطلع سكينة وخدوها على مخبز مهجور، نزلوا فيها ضرب لغاية ما اغمى عليها، بعد كده شالوها وحطوها في عربية وراحوا طالعين بها على شقة تبع المتهم الاولاني اللي هو اقنعها انها تسيب الشغل في الكول سنتر وهيشغلها في شغلانة تاني. ابتدى بقى الاربعة ولا الخمسة يتناوبوا اغتصابها، وبعد كده جردوها من الموبايل اللي معاها وجردوها من مبلغ مالي كان معاها حوالي 1800 جنيه، وخدوا منها كانت متحلية بحلق وغوشة وخاتم ومحبس، وخدوا منها كل الحاجات دي وراحوا مصورينها اثناء الاعتداء عليها وقالوا لها براحتك هتروحي تبلغي هننزل صورك، عقبال ما يقبضوا على واحد هيكون التاني نزل الصور، عقبال ما يقبضوا على التاني هيكون التالت نزل الصور، عقبال ما يقبضوا على التالت، لانه عمره ما يمسكون احنا الاربعة في وقت واحد، وادوا الصور معنا احنا الاربعة. هتروحي تبلغي قبل ما نتمسك هيكون فيديوهاتك وصورك نزلت على السوشيال ميديا كله، واحنا قاعدين نعاشرك واحنا قاعدين بنخلعك هدوم. البنت بتقول لما قمت من النوم لقيت نفسي بدون ملابس زي ما امي ولدتني بالظبط. على طول هي كانت من الجرأة والشجاعة، ولازم نقول انها برافو عليك. واحدة تانية كانت خافت وكانت اترعبت ومن الفضيحة، وكانت ما استجابتش لنداء العقل، وكانت استجابت لنداء خوفها وقالت خلاص انا مش هفضح نفسي واللي حصل حصل وربنا ستار، وكانت سكتت. ولو هي سكتت كان كل شوية هيهددوها بالصور وكانت هتروح لهم غصبا عنها، ويقول لك انا هيفضحوا يعني كانوا هيبتزوها ماديا وجنسيا برضه بالصور والفيديوهات دي. المهم توجهت هي لقسم الشرطة في المرج، حررت مركز شرطة المرج، حررت محضر في اللي حصل وبالشخص اللي هي كانت عارفاه اللي هو استدركها، وفعلا تم القبض عليهم. تعال بقى نشوف السبب اللي خلى الشباب يعملوا كده وليه صوروها وليه ابتزوها الابتزاز ده. لكن قبل ما نقول عملوا كده ليه، تعال ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ذات الحلقة. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الست دي او الموظفة في الكول سنتر دي كانت على علاقة بزوجة الراجل اللي هو استدرجها،
يبقى كول سنتر دي كانت على علاقة بزوجة الشاب اللي هو اقنعها ان هو هيوفر لها فرصة بدل الفرصة دي، وكانوا هما الاثنين اصدقاء جدا، الكول سنتر الموظفة ومرات المتهم الاولاني اللي هي تعرفه من خلال علاقتها وصداقتها بزوجته، فكان بيتردد عليها فهي كانت عارفاه، وعشان كده هو نجح في استدراجة. الزوجة دي اختلفت مع جوزها فسابت له البيت وهربت، فقال لك محدش شجعها ومحدش خلاها تسيب البيت وتاخد ولادي غير زميلتها اللي في الكول سنتر، علشان كده رتب وفكر ان هو ياخدها ويكسر عينها ويصورها علشان يزلها ويقول وتقول له على مكان مراته فين وولاده فين. يعني هو عمل كده مش علشان حب في النساء ولا عشان يقيم علاقة معاها، ده هو عمل كده علشان يكسرها ويزلها ويكسر عينها زي بنقول، وتعترف له مراته اختفت فينه هي وعياله، لانه بيقول ان هي دي الموظفة في الكول سنتر هي اللي خربت عليا وكانت دايما تحرش مراتي وتقول لها اوعى تسكتي له، انت اللي مخليكي تستحمل العيشة دي، انت واحدة غيرك الف من يتمناكي، فهي اللي خربت عليا. عشان كده اول ما مراتي سابت البيت وخدت العيال انا قلت ما حدش عمل كده غير الموظفه اللي في الكول سنتر، عشان كده قلت لها انا موفر لك وظيفه وجبتها عندي صورتها، لكن ما حصلش وقعت الاغتصاب خالص، انا كل اللي عملته ان انا صورتها عاريه واوهمناها ان احنا اغتصبناها لا لشيء الا علشان تقول لي على مكان مراتي وعيالي فين، لكن مجرد ما اغمى عليها وصورناها قلنا خلاص نمشيها، وبعد كده نبتدي نبتزها بالصور دي لغايه ما تقول لي مراتي فين، لانها صديقه مراتي جدا، و شيء طبيعي ان في بينهم بعضهم تليفونات، فانا كنت عايز اعرف مكان مراتي فين عشان اروح اجيبها هي وعيالي. يعني شفتوا الفكرة جت ازاي، بقينا بننتقم مع بعضينا، يا اخي روح لابوها روح لامها روح لاهلها شوف مراتك فين، لكن انت تروح لصاحبتها وتستدركها وتخلعها وتصورها. لكن برافو على الست ان هي بلغت الشرطه، تم القبض على الاربعه، اعترفوا تفصيليا قال احنا ما اغتصبناهاش، احنا كل اللي خدناها بنساعد زميلنا علشان يعرف مراته وعياله فين، كل اللي عملناه ان احنا اوهمناها ان في وظيفه ولما ركبت معانا ضربناها واغمى عليها وخدناها شقه وبعد كده صورناها علشان تقول لنا على مرات صاحبنا فين ومستخبيه فين. ده اللي حصل بالظبط، لكن طبعا تم القبض عليهم جميعا وهم اعترفوا كمان وهم الان في انتظار المحاكم. يا جماعه أصبح الموبايل دلوقتي أكتر من السلاح الآلي، ممكن نبتز بيه، ممكن نهدد بيه، ممكن نرتكب أفظع الجرائم حتى باسم الحب، نحب واحدة نصورها بعد كده نبتزها وندورها على أصحابنا بالكامل علشان تفضل طول عمرها مسلوبة الإرادة وتفضل طول عمرها محض أو تحت إرادتنا، كل ما نحتاج هنجيبها. بس مين يرضى ده؟ مين يوافق على كده؟ يا جماعة التليفون زي ما ليه مزايا كتير لكن عيوبه قاتلة، لكن لازم المواجهة. برافو على الست دي، كل واحدة تتعرض للابتزاز او تتعرض لأي حتى تحرش صوري وبلغي الزوجة السيد بنت الكول سنتر دي، لو كانت سكتت كانوا هيمروها ويزلوها وما كانش يتوقعوا بعض الصور ان هي تروح تبلغ، لكن كانت جريئة وشجاعة عشان كده اتقبض عليهم وخدت الصور هي الحمد لله ومن غير ما حد يفضحها ولا غيره. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.